ترجع كرة مباغتة مفاجأة في الاختيارات بالنسبة لسكالوني. النهايات رجل الخبرات الرجل المراكان يضغط سكالوني عنده باش يدخل الميدان. الكرة ترجع عن طريقي فهل تكون الثالثة ثابتة؟ هل يضرب ميسي يعطي أحلى الكرات؟ أغلى الألحان يا ليو تمشي كرة أرجنتينية لانطلاق العرضية دي ماريا من اليسار دي ماريا دلع لانطلاق الأرجنتين عن طريق ليو كريزمان أخرج لوريس أخرج لوريس خطيرة وفي كرة ملعوبة ترجع مرة أخرى أرجنتينية والحكم يتدخل الآن في فاول لفرنسا. النهائي رقم 11 الهدف قد يكون قريب ليو 1-2 الدفاع الفرنسي موجود وجوليان الفاريز يلمس كرة بيديه. المنتخب البرازيلي في 94 على ايطاليا 0-0 بضربات الاولمبي مع اوري ميشيل في لوس انجلوس 84. فرنسا كرة وتاريخ فرنسا ماضي وحاضر ومستقبل وهنا في خطأ في كرة السجل ارماندو مارادونا قال له وكلتك قال له هيلموت شون الالماني بعد ايقافه في ماتش كرواتيا بسبب الانذارات ويرجع مليان كرة من جريزمان ضاعت على فرنسا تمشي أرجنتينية التسديدة والحارس غولوريس فرنسي قوة فرنسا خبرة فرنسا ميسي يقاتل قد يكون رجل لوسير يضرب دي بول كرة اوت لتانجو الألمان على المجرى 54 سجل ثلاثية خطيرة فرنسية تعود أرجنتينية من إيميليانو في استكمال كرة حديرية خطيرة يعرف ليو ميسي عرضية خطيرة صعبة كرة جول مش ممكن يضرب كرة دي ماريا سيناريو الماراكانا سيناريو أنطوان كرة في الشباك أضرب الرأس خطيرة جدا يا الفرنسي فار على جيرو فاول على الهدف التاريخ من حلم الملايين 45 مليون من الأرجنتين يمشي دي ماريا يمين يسار ضربة جزاء للتانجو الحلمة مؤكدة الحلم صحيح تعرف على الرقم الخيالي يتقدم ليو ميسي يتقدم جول 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 دي أرجنتينا جول دي أرجنتينا فامو ترجع كرة منتخب الفرنسي فرنسا خطيرة كرة صعبة مبابي وضعت الكرة وفي تدخل ليونيل حفاوة الأرقام تكفي يمشي ليو هربة من ليو كورنر الأرجنتينا مش قاعد يتقدم في دوره اليوم خسر معركة النصف كرة من ليو ميسي يحاول كرة فماش خطأ كوريكت الوسط فارغ حلوة يا ميسي عالمي الثاني القاضية يهرب الكرة يبدل على اليسار بدله الثاني جول 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 رجل الماراكانا عادكم من جديد رجل الماراكانا ضرب من جديد بينالتي وجول خلاص انتهت يا جيرو دوبليتا ترجع كرة خطيرة لفرنسا ممكن شوف اثنين قتلوهم كلاهم بابا 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 ودي مازالوا حيين مازالوا واقفين 90 في روما و2014 في الماراكانا هذا الرجل رجع بعد 36 عام الحلقة المفقودة متاع الوسط كورة لا تتفك لا تخرج صحيح في الإجازة المهم كمل معايا هذه السطور تاريخ وأرقام أرقام مونديال ما لقاش الحل المنتخب الفرنسي في الفترة الثانية
الارجنتين ثلاثه على مبابي يكور وحدهم وسط الميدان. يرجع غريزو والكره يرجع فيها الحكم. دي ماريا يخسر كره. ترجع كره المنتخب الفرنسي خطيره هذه. ترجع كره طويله. فاران وخطا. فاول المنتخب الفرنسي. فاول على جيلان الفارد. خيراتزيل. ثلاثة أرجنتين اثنين أوروغواي. 17 وأيضا في الـ في الـ في الخير ميسي أقوى مباراة ليه. سكالوني من كنتم تتنمرون عليه. سكالوني من احتمال. ماركوس تورام ثاني هداف البوندسليغا. ديو يبني الهجوم. بابي وخطأ لكيليان. فاول ضد الارجنتين مؤكدة محققة. الكرة الارجنتينية فرصة وبرافو لوريس. هوغو لوريس لولاني كونتي في اللي ينطلق دي ماريا رجل النهائي باش يضرب خطيرة وبرافو لوريس. لولا هوغو لكانت النتيجة اكبر. مون دي بول ممتازة من دي بول. هيرناند يسار فرنسا وعلى يمين لزارزو الباك ليفت تاريخي للتريكولور. كرة اليوم يوم هنا يقول ميليانو. كرة ارجنتينية مراوغة ما تتمش. تفوق ايام والايام شهور والشهور دهور والدهور قرون والكرة ترجع. دي بول مباراة افضل شوط وافضل نهاية شفته الارجنتين. لا 30 ولا ينطلق انخيل. انخيل دي ماريا يخرج كرة خطيرة جدا ملعوبة. الفاروز والحارس هوغو لوريس ممتاز. نعاودها. انخيل انخيل دي ماريا انخيل دي ماريا. ارضيه عرضيه ثلاثيه مساويه حط الكره وكره قريبه الارجنتين. ميسي دي ماريا عالم ولكن ميسي حرم ماركوس من هذا الانجاز. الثالث ممكن يخرج الحارس بامتياز. مباراه ارجنتين هوغو لوريس افريكا على النورث افريكا على القاره الاوروبيه من فيها عن طريق هجوم. انا الذي نظر الممتع الى فني. الكرة ترجع العرضية موجودة. فرنسا موجودة ويضغط المنتخب الفرنسي. كرة مبابي عاد كرة كيليان كيليان كيليان. أول شوطة من مبابي استنيناه 70 دقيقة. كيليان يتصرف الأرجنتيني يمشي القائد الكابيتانو. ميسي والهربة ميسي والدخلة ميسي والتحذير ميسي والدوخة. ميسي يحط الكرة عن طريق إنزو وفرنانديز يشوط والجناب. ميسي في الباس كرة في الأسيست الهربة والدخلة ولوريس في الخرجة يرجع بالكرة. صراع كبير كرة خطيرة ماركوس وضرب الجزاء. فما مسك وفما بينالتي على نيكولاس. كيليان مبابي جول 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 جول. هدف فرنسي من كيليان. مبابي يشعل الفينال. مبابي يسجل النهائي. ماكرون يقول سنعود. شوف الكريم رابيو يلعب الكرة مبابي خطيرة جدا. كرة من كيليان وجول. مش ممكن اعتذر يا كيليان. مش ممكن اعتذر يا مبابي. انتم شعب غريب. انتم كرة عجيبة. 2-2 مبابي. كرة صاروخ. كرة لا تصد. كرة هاتريك على طريقة هيرست. يضرب الكرة مبابي بالراس. مرت سلامات. اي 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 في ركلة ترجيح. يمشي مبابي يمشي القطار. يضرب الصاروخ يجيب كورنير الكونكورد. كل المسميات فيك لفرنسا. غريزو يلعب الكرة. التوزيع وين الراس مك القوي هوغو لوريس في هذا النهائي. غريزمان هو خطة لفرنسا. في فينال لوسيل كرة المنتخب الفرنسي. بابي ولم اجد هذا الاسم الذي تستحقه يا بولكا. سيل اكتشف لي الان وظهر لي في هنا في هدف. هي مرتهنه في جول. اضرب الجول والكره وضربه مرمى للارجنتين. كره ضاعت بين خطيره. الكره ملعوبه. الثالث الحارس والدفاع وميليانو مارتينيز في الدقائق الاخرى ومن بعد رجعت الارجنتين وربحت. هنا خطيرة. هنا دي بول دي بول. ميسي 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 ميسي. كرة الختام كرة اللقب. يخرج كرة ميسي ميسي يلعب كرة خطيرة. ما
تماما البطل من العائد ملكا الى العاصمه باريس. ولكن الكره غداره وكوال يمشي كونيا خطيره والدفاع والتسديده والكره برا يمشي الارجنتين خطيره خطا من كامافينجا يتعطل كامافينجا يرجع الكامي يرجع كامي بين رابيو 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 حلوه ولكن لا تريد التفريط في الكاس من وجه ليل على منطق القوه البدنيه المدرب ديشان يا كيليان كانت عديت اوفسايد على امبابي كرة اكونيا 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 خطيرة اكونيا وترجع بالراس كرة عن طريق ميسي والتوزيع صعبة جدا الكرة اوت كرة اوت تتنفس فرنسا معها السعداء كرة بعيدة يعمل في ماتش كبير يعمل في ماتش كبير ممتاز ترجع كرة فرنسية اول هدف في الاكسترا تايم في نهائي مونديال كان من الطليان عام 34 امام تشيكوسلوفاكيا فرنسا تضغط فرنسا تخنق الارجنتين يمشي فوفانا بروح الرجال تقاتل فرنسا كما لم تقاتل من كوره ستضرب اضرب اضرب التسديده والدفاع خطيره جدا في منطقه الجزاء تخرج فرنسيه من ميسي الى كره كما فيجا رغم انه ماهوش مكانه يرجع كوره حلوه الضربه الانطلاقه السريعه والمراوغه محاوله الانطلاق العرضيه كره طويله من اكونيا مغير ما تشيل ترجع الكرة عن طريق لوتارو لوتارو ممتاز مارتينيز قد يسجل لوتارو القاضية ترجع الكرة عن طريق الهجوم يلعب ميسي سرح كرة ليونيل حط الكرة خطيرة 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 ومش ممكن يا لوتارو كي ما زلت نحكي عليك ما زلت نتكلم عليك ما زالت نذكر فيك التاريخ جاك يمررون يلعبون لوتارو 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 رفضته مارتينيز مرة ثانية فرنانديز خطيرة والحارس اوه رد بالك يا كولوريس تاليتين ككابتن ترجع كرة ميسي ميسي والحارس من جديد أرجنتينية مرة أخرى الأرجنتين الأرجنتين لا كرة ميسي خطيرة خطيرة لوتارو لوتارو والهدف الثالث الهدف الثالث تجاوزت الخط ولكن أوفسايد الثالث 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 الحكم يعبت الراية المساعد والحكم يقول جول 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 أرجنتينا مارادونا لم يموت مارادونا كاس ما زال في الميدان ينطلق يا 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 من الأتاك ورقة حمراء شكلها ورقة حمراء ولا صفراء سان شوالي يمشي بابي خطيرة والحكم يقول مخالفة 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 في تاريخ المونديال يمشي كيليان وجول جول 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 مقواك يا كيليان مقوى اعصابك يا مبابي حتى الكرة ميسي 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 مبابي الاسطورة الاسطورة الجديدة وزع كرة خطيرة هاكونيا تحت الضغط يخرج كرة ممتازة تمشي الكرة مرة أخرى للتا ماكاليستير خطيرة جدا فرصة كبيرة وخطيرة وصعبة ومش ممكن وفرصة كبيرة تضع اليوم لوتارو والحكم يقول تسلل أمام ميسي سبعة واللي بشير بح الكاس يكون أدرادير خطيرة الرابع الرابع مش ممكن مش ممكن مش ممكن يا فرنسا الكرة حقيقة محتارة محتارة لفينيستالو كونترا خطيرة للتانجو القاضية 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 عرضية مش ممكن الرابع ضاع عمري ما علقت على ماتش مثل هذا مش ممكن كيليان عجيب الرهيب العجيب الغريب الهربة الضربة الشوطة مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن هدف مارادوني هدف يتقدم مبابي عطى مرة ثالثة أنت عجيب يا ولدي ميسي لوريس كرة من ميسي جول 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 امباتي الأرجنتينا التعادل الأرجنتيني قلب نتيجة المباراة رومانو مارتينيز جول نو إيميليانو إيميليانو السد العالي دم ميشي لوريس يمشي والثاني تقدم للتانجو دوسونو الثابتة تقدم تشواميني تقدم تشواميني برا اوت برا اوت 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 انت الصح يا ديديي تشواميني خاف تشواميني في عينيه الدموع الكرة قد تنصف الارجنتين بشرطين يتقدم باريدس يتقدم باريدس جول 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 جول
أرجنتينا أرجنتينا أرجنتين صعبة على مواني صعبة على مواني صعبة على مواني برافو يا مواني برافو يا مواني يا كلات الترجيح يمشي يحط يمشي يشوط جول 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 كامبيون ديل موندو كامبيون ديل